ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا من القدس المحتلة السيد راسم عبيدات، الكاتب والباحث السياسي والخبير في الشؤون الإسرائيلية. بعد التحية، كيف ترى الاعتداءات الإسرائيلية في اليوم 160 والخلافات بين الحكومة الإسرائيلية التي تهدد برحيل الحكومة سواء كسبت الحرب أو خسرتها؟ نعم، بعد اليوم الستين بعد المئة في الحرب المستمرة على قطاع غزة، واضح أن الاحتلال يرتكب المزيد من المجازر، بالإضافة إلى أن هناك مجاعة بشكل جدي وحقيقي وأوبئة وأمراض تودي بحياة المزيد من الأطفال ومن المدنيين في قطاع غزة، بالإضافة إلى قيام الاحتلال باستهداف حتى أماكن توزيع المساعدات الغذائية والإنسانية. يبدو أن الاحتلال مصمم على مواصلة هذه الحرب العدوانية على قطاع غزة، رغم أن الحديث عن أنه يريد أن يحقق انتصار ساحق نتنياهو. نقول بشكل واضح أن هذا الانتصار الساحق الذي يتحدث عنه مجرد وهم، فهو لم يتمكن لا من تحقيق نصر ولا صورة نصر طوال 160 يوما، ولا إنجاز عسكري ولا ميداني في هذا الاتجاه. والحرب والمستمرة على قطاع غزة دفعت بخلافات جديدة في داخل دولة الاحتلال، عدا المظاهرات من قبل أهالي الأسرى من جنود ومدنيين، والذين قاموا بإغلاق الطرق إلى الكرياء مقر اجتماع المجلس الحربي الإسرائيلي، بالإضافة إلى توسع دائرة المظاهرات. هناك انشقاق لجدعون ساجر عن جات وزنيكوت، وهذا مسؤول حزب هناك أمل، ويقول بأن هذا الانشقاق بأنه يريد أن يكون جزء من مجلس الحرب لكي يكون صوته مسموعا. وأيضا هناك في قسم المعلومات في داخل جيش الاحتلال هناك استقالات الرجل الثاني في المعلومات الإسرائيلية، قسم المعلومات الإسرائيلية استقال، وبالإضافة إلى الاستقالات التي طالت مسؤول الاتصال مع وسائل الإعلام الأجنبية والعربية الأجنبية. نعم. والدولية. نعم. ريتشارد. إذن سيد راسم، كيف ترى الأنباء التي تتحدث عن تخطيط أو بدء نتنياهو في التفكير لعودة الحكومة الموسعة عوضا عن حكومة الحرب؟ نعم، هناك تفكير أن نتنياهو حتى يعدل ميزان القوى في داخل مجلس الحرب، لأنه يعتقد أن استمرار الصورة الحالية لا تمكنه من اتخاذ قرارات بشكل منفرد، أو أنه يتمكن من الحصول على أغلبية. ولذلك عندما يتم إلغاء مجلس الحرب ونقل ذلك إلى المجلس الحكومي الموسع بمعنى الكابينة الأمني والسياسي الذي سيكون فيه سموتريتش وبن غفير، وهؤلاء حلفاء مضمونين بالنسبة لنتنياهو إذا ما كان هناك تصويت باتجاه استمرار القيام بالعملية البرية في مدينة رفح في هذا الاتجاه. ولذلك نتنياهو سيعمل على القيام بهذه الخطوة سريعا من أجل حل مجلس الحرب، وخاصة أنه جانس قام بزيارة للولايات المتحدة الأمريكية خارج موافقة نتنياهو، ويريد أن يعزز مواقعه الحزبية كلا رئيس وزراء قادم لدولة الاحتلال، وخاصة أن استطلاعات الرأي تعطي جانس 34 مقعدا بينما الليكود 17 مقعدا، وهذا تراجع كبير في شعبية الليكود وتراجع في شعبية نتنياهو. لذلك نتنياهو يريد أن يستبق هذه الأمور بحل مجلس الحرب والعودة إلى أن تتخذ القرارات الحاسمة في المجلس الأمني والسياسي الموسع وليس المصغر، وبالتالي هذه خطوة من قبل نتنياهو سيقابلها المزيد من الانشقاقات والتصدعات سواء في الجسم الرسمي الإسرائيلي والحكومي أو حتى على المستوى الأمني والسياسي، حتى على المستوى الأمني والعسكري. والخلافات باتت تتصاعد بشكل غير مسبوق في داخل دولة الاحتلال، هناك تفكك، هناك استقالات، هناك وجهات نظر متضاربة. لكن سيد راسم، إذا عاد نتنياهو إلى الحكومة الموسعة، ألن يكون ذلك تعزيزا للشقاق والشرخ الذي بدأ مع الإدارة الأمريكية، خاصة بعد الدعوة الصريحة لبيني جانس للولايات المتحدة؟ في إطار الخلافات بين الإدارة الأمريكية وإسرائيل، دعني أقول بشكل واضح أن هذه الخلافات هي لم تصل إلى أن ينتهك التكتيك الاستراتيجي، بمعنى أنها خلافات في الإطار التكتيكي، هي تدور حول
العملية البرية في قطاع رفح. الولايات المتحدة الأمريكية تريد ضمانات بأن لا يقتل عدد كبير من المدنيين، بالإضافة إلى عملية إيجاد ممرات آمنة من أجل خروج المدنيين، ولعل ميناء أو لعل الميناء المؤقت الذي تتحدث عنه الولايات المتحدة الأمريكية جزء من مهمة سيكون عملية ترحيل أو تهجير للسكان من عبر هذا الميناء، بالإضافة إلى أن الإدارة الأمريكية تقول بأنها تقف إلى جانب العملية البرية مع في إلى جانب نتنياهو، ولكن تريد خطة واضحة لهذه العملية البرية التي لا تتجنب قتل المدنيين، بالإضافة إلى إيجاد مناطق إيواء آمنة لهؤلاء المدنيين. وعد ذلك شحنات الأسلحة الأمريكية لدولة الاحتلال تزداد بشكل كبير جدا، ولذلك إسرائيل أيضا عدا الولايات المتحدة الأمريكية مع غير معنية بوقف الحرب، لأنها تعتقد أن وقف هذه الحرب مع بقاء حركة حماس وقوى المقاومة جزء من المشهد السياسي يشكل هزيمة لإسرائيل، وبالتالي هم لا يرغبون بأن تصل الأمور إلى هذه النهاية. وما يحرك بايدن وما يحرك الإدارة الأمريكية في هذا الاتجاه ليس القضايا الإنسانية بقدر ما يحركهم مصالحهم الانتخابية في هذا الاتجاه ومصالحهم الاستراتيجية في هذه المنطقة. الولايات المتحدة الأمريكية جاءت إلى هذه المنطقة تحت شعار المصالح الحفاظ على المصالح الأمريكية الاستراتيجية في المنطقة وإعادة تموضعها الجيوستراتيجي في هذه المنطقة من غرب آسيا وحتى الشرق الأوسط من أجل، وهذا هو الموقف الأمريكي الدائم لمدة سنين طويلة. نعم. لكن عودة إلى التأثير السياسي والانتخابات التمهيدية الأمريكية وارتفاع الاعتراضات على الإدارة الأمريكية إلى 40%، الهامش قليل، ألا يؤثر ذلك على فرص بايدن وقد يغير من مواقفه في الفترة القادمة حتى لا تتعالى هذه الاعتراضات إلى مرحلة أو إلى نسبة تكون فاصلة أو مؤذية بالنسبة له؟ نعم، هذا ما تقوله صحيح. الاعتراضات هي تتوسع وخاصة بين الشباب، تصل النسبة إلى 60، والولايات المترجحة ميشيغان ومن سلفانيا هي أيضا هي تحسم، لأن هناك أغلبية عربية وإسلامية. وما حدث في قضية حرق الطيار الأمريكي بوشندل لنفسه وما عقب ذلك من قيام مجموعة من الجنود الأمريكيين بحرق شراتهم العسكرية، بالإضافة إلى التحول الكبير في الرأي العام وقضايا القضايا الأمريكية الداخلية من هجرة والانكماش الاقتصادي، كل هذه تؤثر على الرئيس الأمريكي بايدن. ولذلك الرئيس الأمريكي بايدن يحاول أن يتفادى ذلك عبر التضليل والخداع بالقول بأنه سيعمل على إنشاء ميناء مؤقت، وهذا الميناء المؤقت المدعوم بقوات مختارة من الماريد الإسرائيليين هي بهدف سهولة توزيع المساعدات الغذائية ووصولها إلى كامل قطاع غزة. ولكن هناك انتقادات واضحة في هذا الاتجاه بأن المساعدات البحرية والمساعدات الجوية لا تحل مشكلة الجوع ولا الموت في قطاع غزة، وبالتالي مطالبة واضحة بفتح المعابر البرية، والولايات المتحدة الأمريكية هي القادرة على فتح هذه المعابر البرية، ويجب الاحتلال على الاستمرار في حرب التجويع والحصار والقتل المستمر في قطاع غزة. وأعتقد بأن بايدن يأخذ خطوات في هذا الاتجاه، ولكن الخطوات التي يتخذها بايدن هناك محكوم باستراتيجية أمريكية. العلاقة بينه وبين نتنياهو صحيح متردية، ولكن فيما يتعلق بالعلاقة الاستراتيجية من يقررها بين الدولتين هي الدولة العميقة البنتاغون والسي آي إيه وأيضا القوى الاحتكارية المالية و أيضا النفطية. شكرا جزيلا سيد راسم عبيدات، الكاتب والباحث السياسي والخبير في الشؤون الإسرائيلية، كنت معنا من القدس المحتلة.